يمحو مدنا كاملة بولافا صاروخ روسيا الرهيب. يعتبر بولافا الصاروخ البحري البالستي الروسي العابر للقارات من طراز R-30M30 صاروخا روسيا حديثا عاملا على الوقود الصلب ومخصصا لتسليح الغواصات للبحرية الروسية. والغواصة يوري دولغوروكي الاستراتيجية النووية هي أول غواصة من هذا المشروع نصب فيها هذا الصاروخ. ويتصف الصاروخ بالقدرات على حمل 10 رؤوس نووية فرص صوتية وموجهة ذاتيا وقابل للتغيير مسار للتحليق عموديا وأفقيا وإصابة الأهداف على مدى حتى 8000 كيلومتر. وتبلغ كتلته عند الانطلاق 36.8 طن وكتلة رأسه النووي 1150 كيلوغراما. موجها ذاتيا وقابل للتغيير مسار التحليق عموديا وأفقيا. الطول 12.1 متر، القطر 2 متر، الدفع 3 مراحل بالوقود الصلب، الدقة 250 حتى 300 متر. بعد إطلاقه يبدأ رحلته في الفضاء قبل أن يعود إلى الغلاف الجوي مرة أخرى بسرعة نحو 420 كيلومتر في الثانية، أي أن أكثر من 25,000 كيلومتر في الساعة، اعتماداً على نظرية القصور الذاتي للأجسام. ومن المقرر أن يصبح الصاروخ بولافا أساس مجموعة القوات البحرية النووية الروسية لغاية العام 2045. ومن المقرر أن تزود الغواصات مثل يوري دولغوروكي وألكسندر ليفسكي أو فلاديمير موناماخ وغيرها من الغواصات الاستراتيجية الحديثة بهذا الصاروخ. أجريت يوم 28 من أكتوبر عام 2011 بإطلاق تجريبي ناجح لصاروخ بولافا البالستي العابر للقارات من الغواصة يوري دولغوروكي النووية الاستراتيجية. وتم تنفيذ الإطلاق التجريبي للصاروخ بنجاح وذلك في أعماق مياه البحر الأبيض شمالي غربي روسيا باتجاه ميدان التجارب كورا الصاروخي للرمايات الواقع في شبه جزيرة كامتشاتكا بشمال شرق روسيا. وسبق وأن أجريت 16 عملية إطلاق اختبارية كانت 9 منها ناجحة، وجميع هذه التجارب نفذت من على متن الغواصة الذرية ديمتري دينسكوي. وفي مطلع عام 2013 دخل صاروخ بولافا في حوزة البحرية الروسية وتحمل حاليا غواصتا يوري دولغوروكي وألكسندر نيفيسكي.